السلام عليكم الشباب. طبعا احنا اليوم محاضرتنا او لقائنا عن انواع الريش. بالبداية بحب اشكر جمعية الخليل او اتحاد الطيور على استضافتي اني القي هاي المحاضرة البسيطة واللي مش صعبة والمفاهيم تبعتها بسيطة كتير، وبتوقع بعد هالكم من سنة اللي مضوا الاهتمام في تربية كناري اللون إنه صار في إدراك لكثير من المصطلحات والمفاهيم، ومن ضمنها اللي هو إنه نقدر نميز عن أنواع الريش. طبعا في كناري اللون التربية بتعتمد على شغلتين أساسا، كل تربية كناري اللون على شايلتين. هلا لأنه الطير كل جسمه بغطي الريش، فالريش هو الأساس، الأساس في إنه كيف تبين كل هاي الألوان معنا أو على الطير. فلازم نعرف إحنا الريش، يعني إحنا بدناش نحكي عن البنية تبعت الريشة، لأنه الاستراكتشر تبع الريشة هذا ما بعنينا كتير، بناخد منه جزء بسيط، لكن راح نركز على الأشياء اللي بتهمنا في التربية. طبعا في تصنيفات كناري اللون لازم إنه يتم ذكر في التصنيف أو التسمية أو التعريف عن الطير اللي قدامنا إنه نذكر شو نوع الريشة، هاي من الأساسيات. طبعا شغلتين الأساسيات في كناري اللون اللي هو الريش أو نوع الريش والصبغيات. الصبغيات اللي هي بتنقسم لقسمين، اللايبوكروم والميلانين. هلا هذا موضوع تاني مش راح نخوض فيه، لأنه إحنا راح نركز بس على أنواع الريش. الريش بكل بساطة في كنار بالذات اللون اللي هو 3 أنواع: الريش الغير كثيف نون انتنسيف، والريش الكثيف انتنسيف، والريش المزيك. طبعا أنا بحكي على التسميات الحديثة، ليه؟ لأنه قديما كانوا يحكوا عن بالبداية من البدايات إنه نوع الريش الناعم اللي هو الليموني أو الأصفر أو البف أو القصيرة أو العريضة أو الفروستد، كل أو شي ميل اللغة عرش إيطالية ولا فرنسية. فكل هاي الأسماء بتوصف نوع الريش الناعم. هلا الخشن، في عندك الخشن، في عندك الطويل، في عندك الرفيع، في الصلب، الانتنسيف، الكثيف، هذا كله بيوصف عن النوع الانتنسيف كتسميات. فقبل تقريبا 20 سنة أو 15 سنة لغوا كل هالتسميات هاي، واعتمدوا إنه بس يحكوا كمصطلح كتيرم في التسمية اللي هو الريش الناعم بالنون انتنسيف، والريش الخشن انتنسيف او الكثيف وغير كثيف كترجمة عربية، والمزيك كان زمان يحكوا له ديمورفيك، هلا بيحكوا له مزيك. فهلا بدنا احنا نحكي بس غير كثيف وكثيف ومزيك، انتنسيف ونون انتنسيف ومزيك، او المزيك يعني الفسيفسائي. طبعا اغلبنا وانتو كمان انتو بتعرفوا انه
الريشة النون انتنسيف اللي هو الغير كثيف بتكون زي ما بالصورة، أكيد وضحت عندكم الصورة. انا عندي لا في صورة دكتور في الصورة، انت الله موقف يسعدك الشاشة. مش صورة أبو. يلا ايوه هي اجت. اوكي بس حط على بعينك الله على السهم على الزاوية عشان تكبر الصورة على قد الشاشة. اتوقع محطوط تلقائي. لا لا بس تحط على الزاوية اللي قلت لك عنها قبل شوي، اللي هي تكون شو اسمه اللي تكبر ايوه الصورة. اوكي تمام هيك ممتاز. اكبر. هيك ايوه ممتاز. يلا هلا بالنسبة للنون انتنسيف اللي هو اللي على الشمال اللي باللون الأسود، طبعا شو ميزتها؟ إنها بتكون عريضة قصيرة وفي على الطرف شو موجود؟ فراغ فيش لايبوكروم يعني أبيض على نهاية الريشة. الماوس عندي ببين عندكم؟ ببين مبين اه مبين يعني محل ما بأشر موجود. 100%. نعم اوكي صحيح طبعا تمام تمام هذا واضح. الداير. اي حدا بيقدر يكبر الصورة فيكم. اوكي بتقدر من عندك تكبر الصورة على الشاشة نفسها، امسكها بأصابعك التنتين وبتكبر زي ما بدك. اوكي وانا كبرت كمان من عندي. هلا هذا الداير بسموه حواف الريشة، وهذا اللي بالوسط اللي هو وسط الريشة أو الستم أو الجذع أو أصلاً أي إشي ممكن يتسمى. فالريشة الكثيفة النون انتنسيف والغير كثيفة هاي انتو زي ما انتو شايفين بتكون عريضة قصيرة، وهذا المكان اللي هو طرف الريشة أو نهاية الريشة بيكون فيش فيه لايبوكروم يعني بيكون أبيض خالي من أي صبغة. مش في ميلانين يا عم برامي. أنا حكيت لايبوكروم، لما يكون ما في لايبوكروم ما بده يكون في أي صبغيات يعني اه ولا في تمام ميلانين يعني هذا، لأنه إحنا الأرضية تبعت الريشة بيكسوها اللايبوكروم. والميلانين أنا راح أشرح على تركيبة الريشة كيف بتوزع اللايبوكروم والميلانين على الريشة، بس هلا بدنا احنا بس نشرح كيف نميز ونوصف نعطي مواصفات كل نوع ريشة. فبالنسبة للريش الانتنسيف زي ما انتم مقارنة مع النون انتنسيف لاحظين انها راح صارت اطول. شباب رجاء نسكر المايك. شباب نسكر المايك. اوكي الريش الكثيف او الانتنسيف اطول ومبين اعرض من الريش النون انتنسيف، ونهايتها كله لايبوكروم ما في اي اشي ابيض هون نهائي، يعني كل اللايبوكروم مغطي للاخر. طبعا خلينا يعني كيف يعني بكل بساطة، أنت لما يكون عندك خلينا نحكي بالون وراح حطيت اللايبوكروم عليه كله، هلا لو أنت كسرت البالون وخليته عريض راح تلاقي إنه صار في فراغ في اللايبوكروم أو اللون أو الإشي اللي دهنته على البالونة في الآخر في النهاية. فهذا نفس الإشي يعني لو جبنا للكثيف هذا مطيناه من في العرض راح يكسر واللايبوكروم راح تلاقيه صار يبعد عن الريشة أو على نهاية الريشة. هلا لو رجعنا الريشة لو زغرنا في العرض ضغطناها ومطيناها راح يوصل اللايبوكروم للآخر. ف
الشغلة بسيطة جدا انكم انتم كيف انتم تميزوا بين الريش الكثيف والغير كثيف. بالنسبة للموزاييك بتكون الريشة أعرض من أو أكبر من الريش النون انتنسيف، يعني هي عريضة وأكبر من الريش النون كثيف. واللايبوكروم بتوزع بيجي على الوسط، زي هاي هون مثلا بتوضح اللايبوكروم الأحمر كيف على الكثيف في نهاية الريشة هون إنه تعبى لايبوكروم، هذا النون انتنسيف نهايته صارت أبيض ما في لايبوكروم. المزيك بيجي على الوسط، طبعا لو كان عندنا مزيك أصفر بيكون بدل الأحمر أصفر، مفهوم هذا. هاي باختصار كيف إنه نميز أو نشرح الثلاث أنواع تبعت الريش. طبعا هون بحكي لنا إنه بتكون في الانتنسيف طويلة ورفيعة والنهاية واصل اللايبوكروم، والهون النون انتنسيف بتكون عريضة والموزايك بتكون أكبر من النون انتنسيف وأعرض، واللايبوكروم بيكون في الوسط. طبعا من الشكل العام للطير اللي بيكون انتنسيف بيكون جاي زي أطول الجسم، أنا بحكي على الجسم، يعني أنتوا لما يكون قدامكم طير إذا بتلاقوه زي سلم وريشه مضبوب وفيش إشي نافش فضفاض فيه وما في مناطق بيضة، هذا بيكون إيش؟ انتنسيف، بيكون سلم واضح. بس لما يكون الريش الناعم أو نان انتنسيف في الطير بيكون زي أقصر الطير زي المنفوخ، عشان هيك كان زمان يحكوا عنه بف بف اللي هو الفضفاض المنفوخ الطير، وبيكون في مناطق هلا راح نشوفها بالصور بيضة زي الثلج، عشان هيك سموه فروستد أو الفروست، مناطق ثلجية مناطق بيضاء، هاي نتيجة انه نهاية الريشة خالية من اللايبوكروم ابيض. وان شاء الله ببين كيف رسم الموزايك. هلا هون هذا اللي انا حكيت عنه، انه في هاي الصورة الانتنسيف طلعوا كيف كل الجسم مغطى باللايبوكروم، ما في مناطق بيضة والريش مضبضب ما مش منفوش، ومبين كثافة اللون، يعني لما يكون أحمر ولا أصفر بتكون درجة اللون اللايبوكروم حادة أو غامقة أو مكثفة مركزة أكثر في الطير، على عكس النون انتنسيف شايفين كيف المناطق البيضاء الثلجية هاي، هذه اللي هي حواف الريشة البيضاء الخالية من اللايبوكروم توزعت على كل الجسم، ودرجة اللون اللايبوكروم طلع كيف بكون أخف وأفتح، أو زي كأنه ما عملها ديليوت، كأنه ما عملها ديليوت. فطبعا هذا النون انتنسيف مبين انه 100% مواصفاته عالية. ليش؟ لانه راح اتطرق عليها لما احكي في التحكيم، لازم يكون كل جسمه مبين انه ريش ناعم او ريش غير كثيف. هون كل جسمه في الكثيف مبين انه خالي من مناطق او مساحات او فراغات بيضاء، فهاي باخذ علامات عالية، وهذا في النن انتس باخذ علامات عالية.
طبعا هون الفرق جنب بعض بين التنين واضح بشكل يعني بسهولة بيقدر الواحد يميز الانتنسيف عن النون انتنسيف، ونفس الشيء بيقدر الواحد يميز اللي هو المزيك. هيك بكون المزيك كان أحمر ولا أصفر. طبعا اللي قدامنا مزيك لايبوكروم. طبعا أنواع الريشة كلها بتدخل على اللايبوكروم وبتدخل على طيور الميلانين، يعني على التنين. يعني أنا ما بحكي لما أعطيت الصور هاي ما بحكي بس على اللايبوكروم، برضو بحكي على الميلانين. بالنسبة للمزيك، المزيك ميزته إنه بيقدر، أو الجين اللي مسؤول عن إنه يطلع رسم المزيك مربوط بالهرمونات الجنسية، بالهرمونات الجنسية. فعشان هيك الهرمونات الجنسية الذكرية تختلف عن الهرمونات الجنسية اللي تبعت الأنثى، فتأثير الهرمونات الجنسية على الذكر بتعطي تأثير على نوع الريشة، إنه هذا اللايبوكروم وين بده يتوزع على الجسم ويرسم المزيك. ونفس الإشي الهرمونات الجنسية اللي عند الأنثى مسؤولة على توزيع اللايبوكروم على ريشة المزيك. فبالتالي لأنه في عنا جنسين ذكر وأنثى، فصار في نقدر إنه ثنائي الشكل، يعني بنقدر إنه نميز في المزيك الذكر عن الأنثى. طبعا هلا برضو الكل بيعرف كيف إنه بيكون رسم الذكر وكيف بيكون رسم الأنثى. طبعا كما واضح إنه لازم يكون في قناع زي الحسون أحمر أو أصفر، ولازم يكون لهم رسمة ومناطق محددة ما يزيد عنها، وعندكم هون كمان في الجناح تكون، وشوي عند الذيل، ولا بأس في التحكيم إنه يكون عند منطقة الصدر شوية لايبوكروم. في الأنثى القناع لازم يختفي اللي على الراس، وبيكون في خط، بس خط أحمر في نص العين، ماشي من نص العين، مش لازم انه يكون في اشي بيشبه القناع او انواع القناع. برضو راح اوضح لكم، اجيب لكم الصورة اللي توضح كيف الستاندرد والاخطاء. ويكون في لايب كروم عند الانثى اشي بسيط على الجناح وعلى اسفل الظهر. طبعا زي ما حكيت ما ينطبق على طيور اللايبوكروم بينطبق على الطيور الميلانين. فهون مثلا على سبيل المثال عندنا طير ميلانين اللي على اليمين اللي هو الانتنسيف، واضح انه ما في فراغات ومناطق بيضاء زي اللي بيكون على الانتنسيف، النون انتنسيف اللي موجود على الشمال. هون المزيك اللي كيف لما يدخل على طيور الميلانين، هذا مزيك أصفر ميلانين أجات، اللي على اليمين هاي القناع موجود الأصفر لايبوكروم، والأنثى يا دوب إنه الخط الأصفر موجود، القليل من اللايبوكروم الأصفر على الجناح وأسفل الظهر. يكون كل ما كان أخف كل ما كان معاييره أكتر وأحسن. طبعا بيسمحوا إنه يكون في بس إشي بسيط لايبوكروم على الصدر، يعني بس ما يكون بشكل كتير. هون في اللايبوكروم طلع كيف اللون الأصفر في النان في الانتنسيف كيف غامق، اللون اللايبوكروم كثيف وسليم واضح وجاي كأنه طويل. في النون انتنسيف طلعوا كيف صار اللون كأنه ملطش على بياض وجاي أكثر وأعرض زي كأنه منفوش. هون هاي الصورة برضو اللي على اليمين اللي هو الكثيف، واللي هون النون انتنسيف الغير كثيف.
طبعا هاي الصور معيار، يعني كلها ستاندرد، مواصفات عالية. هون مبين الواضح كيف الفرق بين الكثيف والنون كثيف في الجناح الأبيض. هذه صورة لجناح أبيض، أحمر جناح أبيض. اللي على اليمين طبعا صورته هلا يعني تعرفوا إنه انتنسف، واللي على الشمال لم انتنسف. يعني هذا توب في توزيع إنه يكون الريش اللي على الطير النون انتنسف كيف يكون واضح، خالي من أي ريش انتنسف. لأنه مرات بيكون في ميكست مخلوط بين التنين، وهون على اليمين انتنسف خالي من أي ريش، يعني ما بتطلع ريش واحدة نون انتنسف. كل هاد مواصفات طب عالي. خلينا نحكي على ال، بدي ارجع على الشاشة. هون خلينا قبل ما نروح على الموضوع الثاني اللي هو رسم المزيك، بيحكوا طبعا تايب 1 اللي هو الأنثى، وتايب 2 اللي هو الذكر. اللي على الصورة اليمين اللي هو ستاندرد، طلع كيف بس بيكون الخط الأحمر أو اللايبوكروم عند الأنثى، شوي على الجناح، القليل عند البطن. طبعا هاي اللي على الشمال هذه اللي أخطأ، هون تعدت شوي أو أجت تعدي اللايبوكروم العين. هون طلع كيف صار زي كأنه بدي يصير له قناع، وهون بدي يصير له كأنه قناع. هاي كلها أخطاء، مش لازم إنه تتعدى في العين اللايبوكروم على العين في الأنثى. في الذكر القناع لازم يكون مكتمل ومغطي العين، واضح لايبوكروم على الجناح وعند الذيل أو منطقة أسفل الظهر، إشي قليل عند الصدر. إذا كان القناع كتير هذا بكون أخطاء، أو إذا كان القناع مش مكتمل يعني هون عند راسه صار في فراغ، قناع مش مكتمل بغض النظر كيف شكل مش اكتمال، فهذا بكون مش ستاندرد، و حتى بالتحكيم بياخد طبعا أخطاء. طبعا التنين في المزيك مش لازم انه اللايبوكروم يتوزع في مناطق تانية، مثلا على الظهر او الكتاف او على ريش الطيران، يعني في فرق بين ريش أجنحة وريش طيران، بحيث انه الطير اللي قدامنا نصير صعب علينا انه نحدد هل هو مزيك ولا طير لايبوكروم. يعني اذا كان مزيك احمر يصعب علينا انه نفرق، انه نفرق نفرق بيناته انه يكون مزيك احمر ولا كنار احمر عادي، ولا اذا كان اصفر عادي. فهذه بتكون شوائب واخطاء في رسم طبعا ليش بتصير عندنا هاي الاخطاء في المزيك؟ لانه كله مربوط بالهرمونات الجنسية. عشان هيك لما الكنار أو المزيك لما يفقس بتكون الفرخ ما فيش عنده هرمونات جنسية ناضجة، فبالتالي بيكون اللايبوكروب مغطي جسمه. لكن لما يكبر ويتعدى مثلا اللي هو خلينا نحكي 45 يوم، بتبلش تعطي الهرمونات الجنسية تمييز ما بين الذكر والأنثى، وتبلش تحدد معالم الرسم في المزيك إن كان ذكر صار أو أنثى. كل ما نضجت أكثر وأكثر الهرمونات الجنسية، كل ما أعطى، لأنه الهرمون بتحكم بالريشة وتوزيع اللايبوكروم على الريشة. وهذا الإشي اللي كتير احنا لاحظناه في التربية،
انه الطير لما يكبر ويتعدى السنة وسنتين وثلاثة في الموزاييك بصير أجمل، وبكون الرسم عنده واضح كتير، مش زي أول ما بيطلع. فدائما بقوله إنه الموزاييك لما الكبير أجمل من الفرخ أو اللي أقل مثلا من سنة. هذا نتيجة تأثير الهرمونات الجنسية. طبعا لأنه في هرمونات جنسية، يعني ممكن إنه مع الكبر إذا بتضعف هاي الهرمونات بقل تأثيرها على الريشة، فبتخربش شكل الموزاييك. يعني زي البني آدمين لما يهرموا الهرمونات الجنسية عندهم بتضعف، فبتضعف تأثيرها على الريشة في اللعب كروم. طبعا أنا هيك خلصت، بس بدي أرجع يا هيثم على الوايت بورد. أعمل شير على الوايت بورد ثواني. تحملوني شوي بالرسم. تفضل. يلا البنات من أبو كريم المايك. بدي أخمله. أوكي، هلأ خلينا نحكي. هلا انا شرحت مواصفات الانواع الريشه وكيف التمييز بيناتهم، وكيف طبعا قبل ما احكي في نقطه اللي هو انه كيف بدي اميز في الابيض، او يعني انا طير مش عارف يعني لو قدامي كثيف ولا، لانه في طيور مختلطه، في طيور بيكون فيها الريش الكثيف مبين والريش الناعم مبين على نفس الطير. طبعا بكل بساطة بعدين بحكي في شغلة التحكيم على هاي النقطة، بس إنه باخدوا عينة، إذا إحنا مش قادرين نميز باخدوا عينة من الصدر، من أسفل الظهر، من الكتف أو تحت الرقبة، بتطول ريشة من أكثر من منطقة، وبتبين معنا إذا كان هذه طويلة قصيرة عريضة رفيعة، بتكون مبينة معنا. هذا طبعا بدك برضو في الأبيض لأنه ما في لايب كروم، فبتقدر بس تميز من هاي النقطة هاي، إنك أنت إذا مش قادر تميز من ناحية الشكل إنه كان سليم وطويل ورفيع ومطبوب الريش، والكثيف قلنا بيكون قصير وعريض وراسه أكبر، نقدر ناخذ عينة من الريش ونشوف إذا كانت رفيعة ولا عريضة. هلا بدي أحكي بالنسبة للريشة وتوزيعها. قلنا إحنا بدناش نحكي عن الريشة والستراكتشر تبعها اشتركوا البنيوي، احنا بدنا نحكي عن بس كيف بتوزع الصبغات. الصورة غير ضابطة. الصورة طولوا بس، طولوا بالكم، بس بدنا ندل كيف بدنا نعرض ال اوكي الخط. برضو لا، برضو لا، لا
هاني هاني، دكتور الثلاث خطوط فوق بعض دكتور، ثلاث أظن خطوط فوق بعض. لا، بدي الخط اعمله إيه عريض. تعرض، إيه ثلاث خطوط فوق بعض اللي تحت الممحاي. ما حطيت عليها ليش هيك؟ قبل شوية منها طيب ارسم خط شو. اوكي يلا، اذا بتعمل زوم واضحة معك الصورة؟ أنا شخصيا لا عندي دكتور، الزوم مية لو في المية أيوة هي أجت دكتور. أجت من مربع مستطيل. اوكي طبعا الريشة. ما حدا يرسم أي شيء ولا يعمل أي شيء، خلي المجال للدكتور. اوكي الريشة إلها حواف، وإلها اللي هو الوسط الريشة. هلا التوزيع كيف بتوزع اللايبوكروم والميلانين على الريشة؟ حواف الريشة بيكون إذا أنتوا بتعرفتوا اللي هو الفايوميلانين، واضح اللون معاكم؟ لا ما في لون ولا إشي، ما بين إشي على الشاشة يا برام. ما في صورة والله يا صديق. شايف الخربشة؟ مربع أخضر وحواليه خربشة. دكتور أبو رامي، لو تشتغل على الرسام اللي موجود عندك على الكمبيوتر، تعمل مشاركة على الكمبيوتر، تفتح الرسام اللي عندك وتشتغل على الرسام يمكن أحسن. حاضر، الله يحضر لك الخير يا رب. يعني تعمل مشاركة زي أول وتفتح الرسام ترسم، يمكن الكل ما هو بجوز بيكون انكم شايف. تكبروا عندكم ولا لا؟ مش مشكلة بنكبرها، مش مشكلة. لا قصدي يعني انتو الوايت بورد هاد كان لازم تكبروه من عندكم. أنا بقول لك من كل عمال، من الأعضاء كلها موجودة زي كأنه الكل داخل ببعضه. الشباب بعد يعني إذنكم الدكتور عبده بيحكي كلام مزبوط. أوكي على الماوس كبر الصورة بتقدر تشوف الرسمة، بس كتير الشباب اللي على الشاشة هلا. هذه المشكلة، عشان هيك طلبت من الدكتور إذا بيرسم لنا على الرسام اللي عنده على الكمبيوتر يمكن أسهل. بس ندل عليه، ما انا بدي اقول عليه. يلا شو اسمه هو هاني؟ بنت. بنت ايوه يا شاشة السكرين. أنا بدي أعمل إيقاف للوايت الوايت بورد. بورد. اوكي اعمل دكتور، اعمل شير للسكرين عندك. هلا عرفت. طيب كيف بدي ارجع لشاشة السكرين؟ بدك تعمل شير وتعمل سكرين في تحت خيار شير، وأول خيار سكرين. لا ارجع للغرفة، غرفة اختفت ايش؟ هلا الرسام الموجود انساك منه، ادخل على الرسام جوا الكمبيوتر عندك، اوكي ادخل على ده الرسام. فاتحه، بس بدي ادخل اعمل له شير، مش مبين هاني. سلام.
صغر عندك الملف تبع الرسام، الرسام اللي هوش على قد الشاشة عندك، ببين عندك الخيارات في شريط المهام تحت على الزوم، اضغط عليه. return to meeting. ايوه اوكي return to meeting share الرسام. ايوه تمام. اسمه وديك. هلا خلينا نجرب، بدي اكبرها. مبين عندكم هلا الرسمة؟ ممتاز نعم كل شيء تمام آه. ممتاز. طبعا الداير اللي عملته اول شيء اللي هو حواف الريشه عادي، وهذا اللي في الوسط وسط الريشه. هلا اللي الصبغيات شو اللي بتكون عندنا؟ اللي هو اللايبوكروم والميلانين. والميلانين نوعين، اللي هو اليوميلانين والفايوميلانين. اليوميلانين بنقسم لقسمين، اللي هو اليوميلانين الاسود واليوميلانين البني. فبصير عندنا كأنه لايبوكروم أصفر أبيض أحمر، يوميلانين أسود، يوميلانين بني، فايوميلانين. هلا تخيلوا إنه الأرضية كلها اللي جوا الريشة عبارة عن لايبوكروم، يا إما تكون أصفر أو أحمر. يعني خلينا نعمل منيح هيك، هاي كأنه لايبوكروم أصفر. تمام تمام. هلا فشفتوا كيف اتوزع كل الريشة؟ طبعا هذه صارت كأنها ريشة انتنسيف. هلا إذا كان أحمر بتوزع بكون أحمر، وإن كان أبيض بتكون بدون لايبوكروم. منيح. هلا في لما يدخل الميلانين او يصير الطير ميلانين، اليوميلانين الاسود واليوميلانين البني راح يجي على وسط الريشة، بتوزع على وسط الريشة. هاي هيك مثلا هون، هاي هذا بني، اكبره شوي. يعني بيكون قريب جدا من قصبة الريشة. عليه مش هذا يعني بنشر هيك. طبعا انا مش شاطر في هذا البني، طبعا على الجهتين. انا لازم رسمتها من قبل وجهزتها. طبعا هون كمان بيجي اليوميلانين الاسود، طبعا هذا بنحكي على طير فيش فيه طفرات، فكل الألوان بتظهر. هلا الفايوميلانين بصير على الحواف كلها. يعني تخيلوا هذا الحاف الأسود كله بالفايوميلانين. بتمنى إنه واضح كيف توزيع الألوان. والأرضية يعني لو غطيناها هيك مثلاً، هيك توزيع، هيك بيكون الأرضية كلها لايبوكروم، وسط الريشة اللي هو اليوميلينين الأسود والبني ببين، وحوافها بتيجي صبغة الفايوميلانين. عشان هيك لما انتوا تشوفوا الفايوميلانين الريشة تبعته، مثلا ريشة الذيل، بتلاقوا انه اللون الفايو موجود بس على الأطراف، هاي بتكون واضحة معاكم.
هاي بالنسبة لتوزيع الريشة، كيف بتوزع اللون لابوكروم الميلانين على الريشة. هيك هذا الموضوع هلا هيك برضو خلص. خلينا هلا ندخل على الجينات والتزاوج، وكيف بنختار التزاوج حسب الريشة. أعطيني الوايت بورد. أرجع لك على الوايت بورد. لأنه بدي أكتب هلا كتابة، أو بفتح الوين وورد وبكتب عليه. الوايت بورد جاهز، لك الخيار تختار اللي بدك إياه. هلا بالنسبة للريش، طبعا أي إشي في جسم أي كائن حي اللي بيتحكم فيه جينات، والجينات موجودة على الكروموزومات. في جينات، في من ضمن الكروموزومات بيكون جوز كروموزومات، كروموزوم جنسي جوز اللي بحدد ذكر ولا أنثى والصفات الجنسية، وباقي مجموعة الكروموزومات بتكون فيها الجينات بتحدد مواصفات تانية. والريش عندنا برضو بتحكم فيه جينات، فعندنا الجين اللي مسؤول عن الانتنسيف اللي هو جين سائد. الجين السائد المهيمن هو إذا انوجد بيكون عندنا الريش انتنسيف، وإن ما وجد بيكون نون انتنسيف اللي هو الجين المتنحي اللي غير الانتنسيف، يعني اللي بيكون سائد عليه. ففي الكنار الاي واضحة الاي اي نعم، واضحة دكتور. اوكي علي يا اخ نامي، كيف حالك؟ الحمد لله، تمام، نعم صوت واضحة واضحة. هذا كبرها كمان. يلا، فالجين المسؤول عن الريش الانتنسيف انو بكتب شباب رجاء حكينا ما حدا يكتب على اللوح نهائيا، بس نترك ابو رامي. إذا في مشكلة بقى بفتح المنورد خلاص. يلا خليني أفتح المنورد، بس اطفي ال يفضل يفضل، هون مش مفهوم اشي. يلا اطفي الهاد. تمام، وين وورد ايوه اوكي. اي اكمل. هلا تمام واضحة. احنا بدنا نحكي هلا على الجينات. عندنا اللي هو التعبير الجيني اللي الريش السائد الكثيف اللي بنرزم انه نعطيه تعبير انتنسيف اللي هو اول حرف اي. طبعا الرموز هاي تبعت الجينات لما يكون عندنا صفات سائده بنعطيها كابيتال لتر، حرف كبير بالانجليزي، ولما يكون عندنا صفات او الجينات المتنحيه بنعطيها حرف صغير. فهذا الجين الاي كابيتال اللي هو اللي بيعبر عن الريش الكثيف، والريش اللي غير كثيف
بيتم تعبير عنه ب السمول اي. فعندنا هون سمول اي اللي هو التعبير عن الجين اللي نون انتنسيف، والاي تعبير عن الجين الانتنسيف. طبعا هون الاي هو سائد على النون انتنسيف. فعندنا بصير في ثلاث تيرمز، يعني ثلاث تشكيلات او ثلاث مصطلحات، اللي هو نعم عندنا الريش الكثيف بده يكون يا بهالشكل هاد 2 اي، او جين اي كابيتال جين اي سمول، يعني في عندنا جين سائد هذا الاي الاولى، التنتين كابيتال الاولى هدول بسموهم متماثل او متشابه المكان الجينين الواقح هذه. فبالتالي ممكن يجتمعوا جينين زي هاد، وهلا راح احكي عنها. ممكن انه يكون غير متماثل اي كابيتال اي سمول، برضو هذا صار لانه بكون الاي مهيمن، فبصير عندنا هذا كثيف واللي اول برضو كثيف. والتعبير الثالث اللي هو ما فيش غيره، اللي يكون عندنا 2 اي. هلا هون ما في الجين السائد تبع الانتنسيف، عندنا 2 اي نون انتنسيف، فبكون عندنا التير اللي هو نون انتنسيف. فهون عندنا اول واحد هذا انتنسيف متماثل لواقح، وهون انتنسيف غير متماثل، وهذا نون انتنسيف متماثل. يعني عندنا هون نون انتنسيف بيور صافي، هون عندنا انتنسيف غير صافي لأنه في جين النون انتنسيف لكن مش راح يظهر، راح يظهر بس عندنا انتنسيف، وهون انتنسيف صافي. فهذا التعبير الجيني للريش الانتنسيف والنون انتنسيف. هلا بالنسبة للتنين كابيتال، لما يجتمعوا الجينين السائدين في الريش الكثيف هذا بيسموه عامل قاتل ليثل. كان زمان يعني مثلا قبل 20 25 سنة كانوا يقولوا انه انك تجوز ريش كثيف مع ريش كثيف يعتبر قاتل. يعني شو معنى ليثل قاتل؟ يعني 25% من النست او البيض في العش بيموت وهو جنين جوا البيضة، ربع البيض المنتج او 25% بموت جوا البيضة. اللي بموت جوا البيضة يعني بعيشش، ما بيكملش التكاثره جوا البيضة، فبيعتبروه عامل قاتل ليثل تريت او ليثل فاكتور. لكن لاحظوا وهذا كنت بالبدايات الواحد كنا نجوز بدون ما نعرف هذا ريش ناعم وريش كثيف، يعني كان يكون في موت وكان يكون ما في موت. لكن لما صرنا نعرف نتعلم ونحدد شو أنواع الريش، يجي واحد يحكي لي أنا جوزت ما اضطريت أجوز كثيف مع كثيف. طيب شو؟ قال ما في مشكلة، ما طلعش عندي موت جوا البيضة. طبعا الموت جوا البيضة يعني احنا لما نحكي ربع البيض معناها 25% بتضل احتمال، ممكن الاربع بيضات يفاسوا وممكن الاربع بيضات يموتوا وممكن جزء منهم. فاحتمالية انه يصير عندنا موت جوا البيضة الاجنة هاي 25%. لكن لاحظنا انه اللي بيطلع عندنا كان فراخ لما نجاوز كثيف مع كثيف ريشة مش مرتب، ريشة مكسر، ريشة كأنه فيش ريش في في مناطق في الجسم ما بتطلعش. فلتبين بعديها
هدول اللي بيهتموا بالقنار قالوا يا عمي لا، هذا مش عامل قاتل، هذا عامل تحت قاتل، عامل تحت قاتل. يعني ممكن انه تواجد هالجينين السائدين اي كابيتال اي كابيتال ممكن انه يعيش، مش انه يموت، ممكن انه يعيش، لكن ان عاش بيكون ريشه مش مظبوط، فراغات. ممكن نلاحظ الكيراتين، لانه طب البنية تبعت الريشة عبارة عن كيراتين، بروتين، حمض أميني كيراتيني. فممكن زي الأظافر، زي المنقار، يعني تركيبة الريشة نفس تركيبة المنقار والأظافر كيراتين. فممكن إنه هذا إنعاش، ممكن إنه يكون في طويل في الريش، الريشة تكون طويلة ومش مظبوطة ومكسرة، فراغات، هشة خشنة، منقاره مش مظبوط طويل، ممكن يصير في نمو له، الأظافر ممكن أنها تكون كبيرة. فهذا بيكون سببه أنه صار عندنا جينين سائدين التقوا مع بعض، ما مات عاش، وإن عاش بطولش، يعني ما بيكمل، لكن إنه بعيش. فهون صاروا غيروا التيرم تبعه هذا للريش الكثيف، صار بطل عامل قاتل، صار تحت عامل قاتل، تحت عامل قاتل. طبعا العوامل القاتلة الثانية اللي هو زي الدوميننت الأبيض السائد، وزي الكمبرة في طير الشكل، يعني الكمبرة الطاقية هاي اللي على الرأس في الجلوستر وغيره عامل قاتل، والدوميننت الأبيض السائد دوميننت وايت عامل قاتل، عامل قاتل. أما الريش الكثيف مش عامل قاتل، تحت عامل قاتل. طبعا في من الطفرة السائدة اللي هي الجاسب دوميننت جاسب، ما فيش فيها عوامل قاتلة، عادي يعني بتقدر تتجوز جاسب مع جاسب، دبل مع دبل، دي دي مع دي دي بكل أريحية، وما في عوامل قاتلة. طيب هلا بالنسبة للتزاوج، خلينا ناخذ كيف النواتج. هلا عندنا الكثيف، انسوليا هذا الدبل، احنا خلينا على الكثيف اللي بالتعبير تبع الاي كابيتال والاي سمول. هلا بالنسبة للتزاوج، دائما الكروموزومات الخلية بتنقسم لقسمين، فبصير لأنه الكروموزومات عبارة عن سلسلتين من الدي ان اي، فعند الانقسام بتنقسم للسلسلتين، بتصير لكل بتصير كل واحدة سلسلة منفصلة. فعند الذكر سلسلتين بتنقسم سلسلة أولى سلسلة ثانية، وعند الأنثى بتنقسم سلسلة أولى سلسلة ثانية. فعندنا هون السلسلتين اي كابيتال اي سمول، فبصير كروموزوم أو سلسلة اي، وفي عندنا هون سلسلة اي سمول، هذه تبعت الذكر. هلا بدنا نجوزها ل اي غير كثيف، يعني بدنا نجوز كثيف مع غير كثيف. بعدين اوكي، هلا هاي الاي الكابيتال والاي السمول اللي تحت، هاي تبعت مثلا الذكر او الانثى، والاي سمول اللي هون والاي سمول اللي هون هاي الطير الثاني ان كان ذكر او انثى. فتيجي الاي كابيتال الاولى سلسلتها اللي الكروموزوم اللي موجودة مع الاي السمول، فبصير عندنا ناتج فرخ اي مبينة واضحة، اي كابيتال مع اي سمول، هاي اول ناتج، والثانية الاي اللي فوق
بتروح مع السلسلة الثانية من الآي اللي تحت بتكمل، فبتصير الناتج بهالشكل هذا. هلا خلصنا منها، بنيجي للآي هاي، الآي مع الآي اللي هون وهون، الآي مع الآي، فنتج عندنا آي سمول آي سمول. فشو بنلاحظ؟ إنه إذا جوزنا ريش انتنسيف، هذا ريش انتنسيف مع نون انتنسيف، بيطلع عنا هاي النواتج. شو بنتج عنا؟ انتنسيف وانتنسيف، نون انتنسيف ونون انتنسيف. عندنا أربع احتمالات طلعوا، كل واحد باخذ 25%، فبصير عندنا 25% انتنسيف و25% انتنسيف، يعني كأنه مع بعض 50% انتنسيف. وعندنا هون 25% 25% نون انتنسيف، بصيروا 50% نون انتنسيف. فتزاوج تزاوج انتنسيف مع نون انتنسيف بيطلع عندنا 50% انتنسيف 50% نون انتنسيف. طبعا اذا منجوز اوكي، اذا منجوز هلا المثال الثاني انتنسيف، عفوا انتنسيف نون انتنسيف، برضه راح تطلع كابيتال. ناخذها كوبي، مش راضي تاخذ كوبي. طيب إيه شباب، اذا انتم متابعين معاي انا بقدر اني اشرحها بدون ما اتخلى بالكتابة. تمام. هلا احنا هذا مثال تزاوج كثيف مع غير كثيف. هلا اذا اخذنا اثنين كثيف، يعني اي سمول واي سمول مع اي سمول واي سمول، الناتج كله راح يطلع ايش؟ اي سمول، يعني كله نون انتنسيف. هذه ما فيها مشكلة، يعني هاي لو جوزنا هذا مع هذا راح يطلع كله 100% نون انتنسيف. لكن اذا جوزنا هذا مع حاد كثيف مع كثيف، راح يطلع عندنا الترمولوجي اي كابيتال اي سمول، اي كابيتال اي سمول، اي سمول اي سمول، كابيتال اي كابيتال اي. هذا تزاوج كثيف مع كثيف، هذا بيطلع التزاوج. هلا اول واحد شو بكون؟ كثيف. ثاني واحد شو بكون؟ كثيف. ثالث واحد شو بكون؟ غير كثيف. رابع واحد شو بكون؟ كثيف، لكن هذا بيكون العامل اللي تحت قاتل، فراح يطلع عنا 50% كثيف، 25% غير كثيف، و25% كثيف عامل تحت قاتل. فالأفضل الأفضل لما يكون عندنا كثيف، ريش كثيف ريش ناعم، الأفضل عشان يعطيك تناسق ودون أي مشاكل. الأفضل إنك أنت تتجوز
ناعم، أي عفوا كثيف مع غير كثيف، انتنسيف مع نون انتنسيف. شو بيطلع لنا؟ بيطلع لنا 50% انتنسيف بيور و50% نون انتنسيف بيور نقي. يعني بطلع لنا ريش غير كثيف نقي، وطلع لنا ريش كثيف نقي. الأفضل لازم هيك، أنتوا لما تيجوا تتجوزوا ابعدوا عن الكثيف مع الكثيف، وجوزوا كثيف مع غير كثيف. بالنسبة للتزاوج الغير كثيف مع غير كثيف جائز جائز، لكن بدكم بعد فترة من الأجيال إنكم أنتوا تغيروا الدم. يعني إيش تغيروا الدم؟ يعني أنتوا في هاي التزاوجات هاي اللي كثير غير كثير مع غير كثير، إنكم أنتوا تعطوا تدخلوا الكثيف بالإنتاج. ليه؟ لأنه كثر إنتاج الغير كثيف مع الغير كثيف بيطلع عندكم ريش فضفاض كتير نافش باهت لونه، الطير بيكون برضه زي اللي مريض تعبان جسميا وصحيا وما فيش فيه قوة، والألوان اللي بتكون على الطير برضه بتكون مش مظبوطة وباهتة، غير إنه بيكون عندكم زي الريش كأنه فلافي طويل. والشغلة الأهم الأهم من كل هالحكيات، إنه من كتر ما هي الريشة بتكون ضعيفة فما بتقدر تخترق الجلد، فما بتطلع للخارج الجلد، فبتضل تحت الجلد، فبصير عندنا التواء للريشة وبصير تكبر تكبر تحت الجلد عبين ما يصير عندنا الجص. وانتو بتعرفوا شو يعني الجص ومشاكله ومن هالحكيات، عشان انه اذا الجص طلع عندكم اعطوا لكثيف فبتختفي هاي وما بتتورط. لكن كل ما انتو بتعطوا غير كثيف مع غير كثيف لفترات، يعني الغير كثيف اجى من غير كثيف مع غير كثيف، والاجداد اجوا من غير كثيف مع غير كثيف، فشوي شوي بعد جيل جيلين ثلاثة واضح كيف بصير عندنا الجص. هذا اللي طلع عنده الجص تقدر تجوزوه عادي ما تخافوا، لكن اعطوه لغير كثيف، عفوا اعطوه لكثيف، بتروح مشكلة الجص ما بتتورث. يعني كثير كانوا يقولوا هذا طير عليه جص معناها انه فراخه راح يطلع جص، اذا انت اعطيته لغير كثيف لكن اعطيه لكثيف بتروح المشكلة انتهت. هلا بالنسبة للمزيك، المزيك برضو كان زمان، وانا على فترة تربيتي حددت انه هو انا عوا الانتاج اللي صار عندي، شفت انه صفة الوراثة تبعت المزيك مرتبط بال عفوا متنحي، جسمي متنحي. لكن بتلاقي تقارير طلعت بتحكي عنه انه سيكست لينك، يعني مرتبط بالجنس، متنحي مرتبط بالجنس. لكن طلعوا برضو خبراء تانيين قالوا يا عمي هذا لا، هذا صفة سائدة، يعني إذا أعطيت مزيك لأي طير بطلع لك مزيك. أنا ما بطلع كان عندي مزيك إلا إذا أعطيت مزيك لمزيك، يعني أعطي مزيك أضطر لمزيك عادي لطير عادي ما كان يطلع عندي مزيك. كان يكون في كأنه مثلا أشوف الذكر كأنه في الفراخ الناتجة كأنه صار عليها قناع، أو إنه اللايبوكروم اختفى في مناطق عن الظهر كأنه صار على الجناح أكتر مثلا. هذا بالنسبة لي في الترباتية، فعشان هيك أنا قلت إنه هو متنحي غير مرتبط بالجنس حوا الملاحظة اللي عندي. لكن كنت أسمع من كثير من الشباب يقولوا أي طلع عندي مزيك من مزيك وعادي،
يا عمي كيف طلع عندك؟ لازم تعطي موزايك لموزايك عشان تطلع موزايك. يقول لي هيو تعال شوف. اروح اشوف فعلا في منه. فيبدو انه الموزايك يبدو انه صفة سائدة، وهاي الصفة السائدة طبعا لانها سائدة يعني بدها تكون مش قاتلة، لانه بتقدر تعطي موزايك مع موزايك بدون مشكلة، ما في موت. لكن المهيمن السائد يعني زي ما عملنا الانتنسيف اي كابيتال، هون خلينا نعطي مثلا المزيك ام كابيتال مثلا. هذا الام ان وجد الجين اللي بده يكون مسؤول على رشد الفسيفساء هو سائد، فبنعطيه ام كابيتال. اللي الغير مزيك الريش العادي ام سمول، يعني الصفة المقابلة للسائد المتنحي، الجين المتنحي الام. فالتعبير للمزيك انه اذا اجتمع ام ام مزيك مع مزيك ام مع ام جينين هذا مزيك، واذا اجتمع الام مع ام سمول برضه مزيك. لكن المزيك الام كابيتال مع الام كابيتال بيكون اقوى، والام اذا كان موجود بس ام كابيتال واحده مع الام سمول برضه مزيك، يعني مثالي لكن وغير مثالي. متماثل وغير متماثل. لا ممكن الاثنين يعطوا مثالي. هذا في يعني انت مش راح تعرف هذا جيناته ام ام ولا ام ام كابيتال ام كابيتال ولا ام سمول ام كابيتال وام سمول، ما راح تعرف. كيف بدك تعرف؟ اذا جوزته زي الجاز، اذا جوزته لطير عادي بتعرف انه هذا جيناته ام كابيتال ام كابيتال او ام سمول ام كابيتال وام سمول. عرفت كيف؟ يعني فرضا طبعا الامثل انك انت اذا بدك انت تعطي مزيك لطير عادي، هون في شغلة لازم تنتبهوا لها، انه اذا دخل جين، اذا دخل جين الانتنسيف ريش الكثيف على المزيك بيلغي المزيك، يعني كأنه الكثيف مهيمن مش بس على النون انتنسيف، مهيمن او سائد برضو على المزيك. يعني اذا جوزت مزيك بغض النظر ام كابيتال ام كابيتال ولا ام كابيتال ام سبول، جوزته لكثيف راح يطلع عندك ناتج مش مزيك. في الجينات موجود جين المزيك، لكن ظاهريا مش راح يكون موجود. يعني لو جوزت مزيك احمر ل لايبوكروم احمر كثيف، راح يطلع عندك بعض الفراخ كلها احمر كثيف. واضح كيف؟ يعني الشكل المزيك راح يختفي، موجود بجيناته لكن الريش الانتنسيف طغى على ريش المزيك، فما راح مش راح يبين. فلهذا خذوها قاعدة، إذا بدكم تضطروا تجوزوا مزيك لعادي جوزوه دائما ل نون انتنسيف، لا غير كثيف. طبعا عشان تعرف ام كابيتال ام كابيتال عن ام كابيتال مع ام سمول، بتقدر تجوزه ل طير عادي غير كثيف، فبيبين اذا كان في الناتج طلع فراخة عادية معناها انه عندنا ام كابيتال ام سمول. اذا كان كل الناتج
موزاييك معناها انه عندك ام كابيتال مع ام كابيتال. هذا هو. خلينا نفتح مجال للاسئله اتوقع. خلينا نحكي على التحكيم. بالنسبه للتحكيم في الريشه، طبعا لما يكون عندنا الطير لازم يتصنف نوع الريشه، يعني لازم انه لما نيجي نحكمه نقول هذا مثلا اصفر غير كثيف، هذا اجات اصفر غير كثيف، لازم نحدد غير كثيف، او لازم نحدد كثيف اذا كان انتنسيف، ولازم نحدد موزاييك، وفي الموزاييك لازم نحدد انه اللي قدامنا ذكر ولا انثى في التصنيف. يعني لما تيجي انت تسمي شو الطير اللي قدامك عشان تحكمه لازم يكون نوع الريشة موجود. وعيب كبير جدا انك انت تحكم طير وما تعرفش انت قدام كثيف ولا غير كثيف. طبعا هلا انا حكيت من البدايه انه في بعض الطيور بيكون ميكست مختلط، راح يطلع عندك مناطق فيها ريش كثيف ومناطق فيها ريش غير كثيف. في هذه الحالة بإيش يصنف؟ ما هو كيف بتصنف؟ بالتحكيم لازم في نقاط، يعني مثلا في اللايبوكروم، ما في مش في عندكم لايبوكروم وميلانين؟ في اللايبوكروم بعطوا على الريشة 30 نقطة في أنا قصدي اللايبوكروم. أبو رامي بأي فئة بالبداية بنحط مع الانتنسيف ولا النون انتنسيف اللي بيكون ميكس ما جايك في قبل الكلام، الغالب. ما جايك في الكلام. تمام هلا عندنا في اللايبوكروم باخذ 30، اعلى درجه 30، 30 من 30. هذا مش في التحكيم، في نقاط، في نقاط على اللون، على اللايبوكروم، على الريشه، على الكساء، على الصحه، على الوقفه، على الحجم. هلا في نقاط في اللايبوكروم الاصفر او الاحمر، لانه في عندك لايبوكروم مصبوغ وفي لايبوكروم مش مصبوغ. اللايبوكروم اللي مش مصبوغ اللي هو الابيض كان دوميننت ولا ريسيسيف، واللايبوكروم المصبوغ اللي هو الاصفر او الاحمر. احنا بنحكي على اللايبوكروم، انسوا الميلانين هلا. فبالتالي نقاط الريشه في الدوميننت وايت والريسيسيف وايت ما عليها نقاط، صفر. ليه؟ لانه احنا ما بنقدر نميز الريشة في الأبيض السائد أو المتنحي إن كانت انتنسيف ولا نون انتنسيف ولا موزاييك. فبالتالي ما في نقاط لما إن يكون إحنا قدام طير دوميننت أو الطير قدامنا دوميننت أو ريسيسيف، بيكون صفر نقاطه على الريشة. هلا باللايبوكروم باخد 30، 30 من 30 او 30 من التوتال اللي هو ال100. هلا ما في طير نهائيا ولا ان انا سمعت اخذ 30 من 30 على نوع الريش، او حتى يعني ما في طير اخذ 100 من 100. ممكن توب 92 93 94. هلا البلايبوكروم قلنا 30، فبعطوه اذا كان توب زي انا الصوره اللي فرجيتكم اياها اللي هي واضح كيف انه الكثيف كله كثيف والنون انتنسيف كله مغطي وواضح ومتوزع بتناسق، فهون باخذ 29 من 30، ممكن 28 من 30. هلا اذا قللنا اقل يعني 27 26 25، هذا بيعتمد انه كيف وضع النون انتنسيف، يعني توزع واضح كثير على الجسم، جسم الطير، ولا ترك فيه فراغات واضحة انه اللايبوكروم معبيها. لا بدنا
اجت الصورة هاي. اضغط عليها عشان تكبر، دبل كليك. كبرتها. لا حتى الآن مبينة عنا بالفايل. بدك تفتحها يا دكتور، تضغط يلا عليها انها تنفتح عشان نقدر نشوفها. هيك كما هي. هيك ايوه تمام. اوكي، تحملوني على الحكي هذا، انا ما فيش كتير. عليكم. هلا هون انا حكيت لكم هاي طيور ستاندر، طلع هون يعني الطير هاد النون انتنسيف، يعني طلع كل جسمه اتغطى ببقع بيضة الفروستيد هاي او الفروست، ما في منطقة بتلاقيها صارت لايبوكروم كثيف، وهون نفس الشيء في الكثيف. فهذا قلت لكم باخذ 29. هلا انا ما قدرتش اجيب صور انه بيكون الميكس. هلا اتخيلوا انه عندي هذا الكثيف، صار في هون الماوس اذا مأشر عليه بقعة بيضة بقعة بيضة بقعة، يعني صار في ريشات مبيني انها نون انتنسيف، تخللت ريشه. هون بنصير نتطلع انه اذا كانت ريشه ريشتين بضع بسيط من الريشات، بننزل علامه، بننزل علامتين، بتحكم بس ما باخذ نقاط عاليه. طب مثلا 29 بصير ياخذ مثلا 27 26. هلا اذا وصلنا لدرجة انه الكثيف اتغطت بقع كتيرة غير كثيف، ريش كتير غير كثيف، لدرجة انه ما بنقدر نميز انه هل احنا قدام طير كثيف ولا قدام طير مش كثيف. اوكي، هون مش انه بيسقط، باخد اقل نقطة، يعني إذا كانوا عاملينها درجة من 1 لـ5 يعني ممكن ياخذ 24 23 25 20، يعني ضعيف جدا، مع إنه ما في النقاط هذه، لكن هم بيعتبروا إنه ال 25 أضعف نقطة، إنه لدرجة إنه مش قادرين إنه نعطيه كثيف أو غير كثيف. لكن إذا دققنا كتير وقدرنا بنحكمه ككثيف، إذا قدرنا نشوف إنه هذا كثيف بنحكمه ككثيف بياخد 25، وإذا كان قدرنا إنه نشوف إنه الغير كثيف أكتر بنحكمه كغير كثيف باخد درجة 25، نقطة 25 بضيع عليه 5 نقاط. لكن إذا إنا وصلنا لدرجة مش قادرين نهائيا في هالميكست اللي صار معانا والطير، لأنه في مناطق كثيفة ومناطق مش كثيفة هون وهون وهون، لدرجة إنه صار في برضو بشاعة فيه، بيسقط خلاص، نرفض يرفض، لأنه إحنا كحكم بقدر ما بنبقاش قادرين إنه نصنفه هيك ولا هيك. واتوقع هذا في طير الشكل كان واضح، عرفتوا كيف؟ يعني انه هذا مش قادرين انه نعطيك انت خشن ولا مش خشن. فهذا بالنسبة للتحكيم. طبعا اللايبوكروم في الابيض حكينا انه على نوعية الريشة بيكون 0، في اللايبوكروم بيكون 30، في الميلانين باخذ 10. ليش؟ لأنه بيكون النقاط الفرقية أخذتها لأنه صار عليه خطوط ميلانين، فالميلانين بتاخذ 30، في اللايبوكروم فيش ميلانين، 0،
فلانه صار عندنا ميلانين فباخد 30 من نوع الريشه اللي هي 10. فاللي باخد يعني لما يكون انت عندك طير لايب كروم، يعني عندك تقريبا في اللايب كروم ونوعيه الريش 55 نقطه. فاللي بده يدخل طيره للمعرض كلايب كروم بده يركز على اللايب كروم وعلى نوع الريشه اكتر اشي، لكن اللي بده يدخل طير ميلانين بده يركز يعني انه كيف نقي طيره على الميلانين، لانه الميلانين باخد 30 نقطة، مع اللايب كروم باخد 15 ومع الريش 10. فيعني يعني لو انه عندك نوع الريش مش مبين في الميلانين توزيعاته او انه مواصفاته عالية، او ريش المزيك في الميلانين كستاندرد للمزيك تايب 1 ولا تايب 2 مش كثير، ما يقلق لانه راح ياخذ بس 10. ليه؟ لانه التركيز على الخطوط واللون الميلانين اللي في الخطوط. ويعطيكم العافية اذا في اي الله اسئلة. يعافيك يا ربي، شكرا جزيلا، صدقا انك ابدعت يا ابو رامي. العفو، ان شاء الله بالنسبه ما لي اكون يعطيكم اني العافيه يا كنت دكتور. ممل وتاخرت عليكم الله يجزيك كل وفي خير. يعطيك موعد العافيه دكتور. مباراة. احنا من جماعه الطيور، من جماعه الكره. شباب اكيد الاسئله بتوقع رايحه تكون كثيره، لانه في عندنا ما شاء الله يعني معاناة كتير وجهل كتير في بعض الأمور، عشان هيك بتمنى الأسئلة تكون مقتضبة والإجابة كمان كذلك الأمر، عشان قدر الإمكان نقدر نغطي جميع الاستفسارات. بس هاي بنجد الصورة مبين عندكم الصورة، واضحة. نعم هذا الجدول. طبعا هون مكتوب لايبو اي بيجمان، عشان اعطيكم فكرة بس ورا التحكيم. اي بيجمان يعني خالي من الصبغة، اي بيجمان. وهون لايبوكروم، هذا الميلانين اي بيجمان. مش في عندنا ميلانين اللي هو دومين مثلا اسود ابيض زائد اسود ابيض مترحي، يعني هذا الميلانين الاي بيجمنت ارضيته بيضاء. يعني خلينا نقول هذا لايبو ارضيته بيضاء اللي هو دوميننت ريسيف، هذا اللايبو كروم اللي هو اصفر او احمر، هذا الميلانين الابيض السائد او الابيض المترحي، وهذا الميلانين الاصفر او الاحمر. هون الميلانين النقاط، هذا ميلانين في اللايبو كروم ما في ميلانين عندنا، فباخذ 30 هيو هون ان كان ابيض وسائد او ابيض متنحي، والاصفر والاحمر 30 من 30 في اللايب كروم. معناها شو الارضيه؟ كيف الاصفر كيف الابيض كيف الاحمر؟ هون 55 في الابيض السائد والريسيف. ليه اخذ 55؟ لانه ما في عنده نوع الريش ولا عنده ميلانين، فاخذ القيمه الاكبر اللايبوكروم 55. هون 25 اللايبوكروم الأصفر أو الأحمر، هون 25 الميلانين الأبيض سائد أو مترحي، و15 بس على الميلانين الأصفر لأرضيته صفراء أو لأرضيته حمراء. هون بالنسبة للريش أيوه انتنسيف نون انتنسيف موزيك، في الأبيض محطوط صفر، ما بنعرف شو نوع الريشة فما باخذ نقاط عليها، ولا انك انت بتسمي تقول هذا ابيض سائد كثيف او ابيض سائد غير كثيف متنحي كثيف او غير كثيف. لكن في اللايبوكروم باخذ 30، في الميلانين الابيض ارضيته بيضاء برضه صفر لانه ارضيته بيضاء، ميلانين الريشة تاخذ بس 10. طبعا باقي النقاط، فحبيت احكي لكم هاي كيف يعني اللي عنده طير مش مزبوط اللايبوكروم في الميلانين ما يلا يعني 15 اقل اشي باخد 11 12، نوع الريشة باخد 10 اقل اشي ممكن ياخد 6، يعني بروح على اشي قليل. لكن في اللايبوكروم ب 30، فيعني اذا راح عليه 5 6 نقاط مصيبة.
هذه في كاتيجوري وحدي، فما بالكم باقي الفئات والتنقيطات الثانية. يلا تفضلوا. شباب رجاء عشان ما تختلط الأسئلة، اللي عنده سؤال أو استفسار أو تعقيب يا ريت يرفع إيده عشان بس ننظم موضوع التساؤلات. مش عم بطلع عندي الايد، مش عارف كيف اجيبها. رح اسال انا اول واحد. دكتور، بالنسبه لما شرحت موضوع الريشه، شرحت انه في وسط الريشه بيكون عندك الثلاث اللي هو الميلانين الاسود والبني، وعلى اطراف الريشه اللي بيكون الفيومين، وقلت انه هذا الطير لما يكون مش طفرات بيجتمع الثلاث الوان، يعني الاسود والبني ولا كل الصبغيات بتكون هذا. انت واضحة. قصدك على الاسود، ولا قصدك على الطير البري، الكناري البري؟ ما هو حتى الكناري البري، يعني أنا لما يجيني إشي بيشبه الكناري البري، أنا بسميه أسود. فانت بالنسبه لك الطير الكلاسيكي الاسود في ثلاث الكلاسيك الوان، النورمال. في بني واسود والفيوميلانين. يعني فيش في جينات بتأثر على اللايبوكروم وبتأثر على الميلانين. البني. لا، الميلانين كله اوكي الأسود والبني. اوكي اوكي دكتور، شكرا. انا هيك خلاص. يعني معلش، يعني أنا مشكلة طفيت الرسام. طولوا بالكم، نرجع للرسام. انك حط بنت حتى الديسكتوب، انا لي فتره مش بقعدش عليه. الموبايل ذبح الدنيا. اعمل شيرينج على جاي شير، واضحة الصورة. تبعت مش الصوره تبعت البنت الرسام. البنت والله طيب، تمام، أنت عامل مشاركة للشاشة فتلقائي. هلا هاد اعتبروه. طيب لحظة شوي، وين الباك؟ هاي الباك، خلينا نعطي اللون هذا. هاي الفايوميلانين على حواف الريش. اوكي، هلا منيجي الفرضا عندنا طفرة بني، منيح طفرة بني، نعمل البني اصفر. اوكي، هذا اللايبوكروم، هاي وسط الريشة. وهون هاي عملتها بلون بني. طبعا الخطوط هذه التخطيط عريض. فهون يا اخ نامي، هاي الفيوميلانين موجود، هاي اللابوكروم موجود، هاي وسط الريشة كله بني والخطوط عريضة بنية. هذه ريشة اللي هو البني، الطفرة البنية، منيح. هلا لما في الرسم الأولى رسمناها اللي هو البلاك النورمال، بيكون موجود فيه الأسود والبني، بس الأسود بيكون طغى على البني، لكن البني موجود. الأسود طغى سائد مهيمن اللي هو على البني، فبيكون بس الخطوط سوداء، لكن جين البني موجود جواته ما راح. لكن ماذا هون يسلموا ايديك. هو هلا لو بدنا نيجي نعمل صورة تانية، هاي الفايو. لا هاي هون مثلا ريش الفايوميلانين. هلا لو عملنا الوسط هون، مش لازم نعمل الفايوميلانين، ما علينا مش مشكلة، خليها. وعملنا هون بس تكون الخطوط أرفع. هذا شو بتعتبره؟ الخطوط أرفع والبني صار أفتح وفيش أسود، شو بنعتبره؟
إيزابيل. ايزابيل. هلا لو عملنا كمان رسمة زيها وحطينا الخطوط بدل هذه البني الفاتح أسود فاتح اللي هو الرمادي، هاي رمادي أجات أجت. طبعا انسوا الإيزابيل، يعني هيك يعني ما في لون البني الفاتح، هذا أجت. إذا كلهم عملناهم زي الرسمة الأولى اللي بالبداية اللقاء، هذا بيكون نورمال، يعني ما في أي طفرات أثرت على الفايوميلانين، أثرت على الأسود، على البني، على اللايبوكروم، لأنه حتى في طفرات على اللايبوكروم اللي هو الآيفوري العاج والأوبتيكال فاكتور. أنا ما بدي أحكي على الطفرات لأنه كان كل حكينا على الريشة. تفضل. طيب شباب، إذا حدا عنده سؤال يا ريت يرفع إيده. إذا حدا ما فيش عنده سؤال، أنا بدي أسأل سؤال أبو رامي. تفضل. بالنسبة، أنت حكيت هالنقطة بس ما وضحتش لإلي بالضبط، اللي هو الطير اللي فيه ميلانين، كيف بدي أفرق بين الكثيف والغير كثيف؟ الفايوميلانين، الميلانين، طير في الميلانين، الميلانين بشكل عام. كيف بدي أميز الكثيف وغير الكثيف؟ اوكي، بدي اختار صور اوضح. انتو في عندكم شيرينج موجود اشي على الشاشة عندكم؟ لا لا راح. طيب يعني ناخذ مثال ايش، يعني اي طير ميلانين؟ أي طير، مش مشكلة. طيب ناخذ مثلا الأجات. فلنفترض هو ببين أكتر بالأحمر باعتبار إنه هاي هذا، خليه بدي أحطه مع المجلد هذاك، هاي كوبي، بنروح على المجلد، هاي بيست. نعمل شير. اوكي، هاي عندنا هون اللاجات الاحمر. انت لما تكون قدام طير ميلانين اطلع على ال رقبة مش الرقبة، على ما تطلعش على الخطوط، اطلع على الأرضية عشان الكونتراست بيكون أوضح. منيح، يعني انسى الخطوط. هلا هذا الطير يلا شو رأيكم فهمتني فيه؟ هاي هون فهمتني هون في مناطق، هذه ممكن تكون مش من الريشة، ممكن تكون منطقة خالية من اللايبوكروم، يعني ما أجت عليها اللايبوكروم اللي كان أصفر ولا أحمر، لكن اطلع على هاد شو بتلاقوا؟ في شوية بياض غير كثيف. غير كثيف، لكن الشكل العام تبعه شو بتلاقي؟ كثيف. كثيف، نعم. هذا هلأ نحكي 75%. اطلع هذا كيف؟ انت بتحكي على طيور معيارية واضحة، ما في مجال للشك انك انت ما تقدر تميز بيناتهم، هذا غير كثيف. هذا غير كثيف.
فدائما اطلع انت على اللايب كروم، ما اطلع نهاية على الخطوط. نهاية. طب هذا في حال كان أحمر فعلا إنه بتميز وأكثر الألوان تمييز، في حال كان مش أحمر. مش احمر. حاضر، لو نشوف لنا صورة لأنه البياض على اصفر. الحمراء يبين مباشرة. ما هو انا حطيتها عشان تكون أنا بسأل لأنه كثير بنواجه هذه الإشكالية في طير الميلانين بصراحة يعني. طيب. هاي هذا وهاي هذا. كوبي نرجع للشاشة. اكتب ضرورة كمان مرة، اعمل شير. لا معمول شير بس غير الصورة طب انا كيف بدي اروح على الأسهم يمين شمال. ما هي مش جاي الصورة. اضغط على السكيب على الكيبورد، الزر اللي على الزاوية فوق. هيك ايوه اوكي. ايش هذا اللي طلع؟ اي هذا هون اصفر. هذا شو رايكم؟ انتنسيف. انتنسيف. هذا هذا باهت باف. اللي هو نان انتنسيف، يعني واضحة. نان انتنسيف. هلا انتوا بالبداية يعني تطلعوا الجسم والشكل العام بيكون اقصر، راسه اكبر، وريشه نافش، الكثيف بيكون اطول، راسه اصغر وسلم مضبوط. طبعا انا فاكرة اتذكرت شغلة في الموزاييك، المزيك لما تجوز مزيك مع مزيك ايوه جيت على سؤالي يا ابو رامي. ايوه على اساس انه شغلة الجص وما جص في المزيك كتيرة، لانه كله ريش نون انتنسيف، ريش ناعم يعني، ايوه او مش ريش ناعم يعني ناعمة. ناش اقول انه مزيك ريش ناعم، لا. هلا عشان تحافظوا على الريش في الفراخ، ما انه يصير جاص، جوزوا السليم، المزيك السليم مع اللي مش سليم. هلا مرات المزيك بتلاقي في طير مزيك له على الجوانب ريش كثير كثير على الجوانب، تسلم قصدك قصير؟ لا الطويل مضبوب المضبطة المضبوب مضبوب المضبوط، يعني ما بالضبط له ريش نافش من الجوانب وزعانف. او زعانف، اللي هو يعني لو بايدك عملت هيك بتلاقيه طلعوا برا جسمه، لدرجه انه في ناس بتقص عشان منطقه التناسليه كتر ما بتكون كثير الريش. هلا هذا ما تجوزوا لواحد زيه، جوزوا لمزيك بس نوع ريشه بيكون يا ابو رامي بيكون فيش عنده هالريش الطويل. يعني بنقدر نسمي الموزاييك له ريش ناعم وريش خشن او انتنسيف ونان لا انتنسيف. لا 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 ما بتقدر، المزيك ريش مزيك، كسيف فسائي. بس من كتر ما الـ الريشة بتكون ناعمة وفلافي يعني منفوشة، ولأنه كمان أطول، يعني وبتلاقي الريشة أنواع بتصير لا مش أطول عادية، فأنت جوز هذا لهذا.
انت بس ابعد عن الزعانف، ما تجوز زعانف مع زعانف. ما هي اصلا المزيك كأنها ناعمة تغير عليها في توزيع اللايبوكروم عليها وخلتها اعرض من الريش الناعمة. تمام. عشان هيك لما انت يعني حتى لما تجي تتجوز مزيك، لا قلنا ما تجوزش لخشن، ممنوع. لما بدك تيجي تتجوز مزيك لا نون انتنسيف، اختار النون انتنسيف او المزيك ما يكونش كتير فلافي. ايوه سليم ضبطك. يعني تكون الريشة مش طويلة، لأنه شو اللي خلاها فلافي؟ إنه الريشة طويلة صارت. نعم وصلت. فبالنسبة للتمييز الميلانين سهل، فيش مشكلة. هلا إذا بيكون في مختلط بدك أنت تصير تحدد شو اللي أكتر، شو اللي أكتر. يا ريت لو أنا عندي صور بس أحط لك كيف بتكون واضحة إنه هاي ريش كثيفة في نفس الطير وهون ريش ناعم، واضح بشكل. الصورة قبل هاي كان مبين فيها اشي بسيط لا لسه بتكون في أوضح كمان. هاي بنقدر نحكي انها 75% انتنسيف. هذه قصدك؟ نعم لا أكثر من 75% هاي كمان، اكثر أكثر 90 أكثر. 90 هذا انت حط أحط بايدك كيف؟ افضل ارمش كيف أعمل؟ كبرها بايدك وكنت فاهمهم شو هي قصد الريش البيضاء انها بتكون ما عددها كبرتها. هيك زي كأنه لا بس هذه مبين انه المعظم الطاغي انتنسف انتنسف. هذه مبين كلها انتنسف. فأنا بحكي يعني إذا أنتم صار عندكم الإشكال أنكم مش عارفين شو الريش اطلعوا على شكله ببين، وعلى غماءة اللون أو كثافة اللون اللايبوكروم، يعني بيكون النون انتنسيف جاي أفتح، يعني الأصفر بيكون مش زي الأصفر الغامق أو الأحمر الغامق، يكون أخف. طيب مشكور أبو رامي، نشوف إذا حدا ظل عنده تساؤل آخر قبل ما ننهي. الله يعطيهم العافية. مشكور أخوي أبو الله رامي. يعافيكم. العفو. أبو كريم دين سأل، مبارك يا أبو رامي، يعطيك ألف عافية والشباب الطيبة والجميع. الله أنا يخليكم. كان عندي سؤال على موضوع ريش المزيك وتجويز، إنه هل في أنواع من ريش المزيك ولا نوع واحد؟ وأنت أجبت لحالك قبل ما أسأل. يعطيك ألف عافية. ما هو أنا كل ما أتذكر معلومة بحكيها، يعني مشكور مشكور. الموضوع هذا الريش يعني كله على بعضه 5 دقايق المفروض، يعني مش المفروض، يعني معلوماته كلها 5 دقايق. بس أنا حبيت أستفيد كتير في شغلات فوسعت. طيب نعطي بورك يا مجال رب. الأخ يوسف رافع إيده، تفضل يا أبو يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام أخي أبو رامي، الله يسعد مساك، يعطيك ألف عافية ومساء الجميع. ومساك حبيبي. أهلين أخي يوسف. حياك الله أبو رامي. بعد إذنك، في مجال بس تحكي لنا عن موضوع التحكيم للمزيك الإناث تايب 2، على أي أساس بنعملها؟ الإناث أظن تايب 1 هي مش تايب 2، ولا قصدك اللي قناعها كبير؟ قناع قناعته الإناث. تمام. حكيت أنا الموضوع هذا، يعني هو ما بيصوت،
يعني لما اشوف انه هاي انتاي عليها شبه قناع، طبعا ما بيجيش قناعها كبير زي ذكر. الذكر يعني، بس بيكون عليها مبين انه الدائر الاحمر على الراس كله بس مش متوسع. طبعا هل هون انه ستاندرد ومعتمد يعني؟ يعني زي ما بيحكوا على النسوان، المرأة مسترجلة هاي، عرفت كيف؟ اها يعني الهرمونات اللي خلينا نحكي زي التستوستيرون عندها الذكري كبير، يعني تركيزه عالي بالدم. على كل حال هي لا تسقط وتحكم. مثلا قديش حكينا إذا كان في اللايبوكروم بتاخد 25، عم كنت تاخد 20 من 25، في الميلانين قديش حكينا 15، ممكن تاخد 10، يعني بور ضعيفة يعني. ممكن إذا كان حتى في مناطق تانية اللايبوكروم، لأنه مش لازم يكون في مناطق بيضاء، إذا واصل الصبغة للمناطق التانية اللي مش المفروض اللي ما توصلها تقصيها بتاخد اقل كمان. يعني، ما بتحصد علامات. طبعا هي بتتحكم وبتاخد علامات، يعني ما كان ممكن تاخد 85 83 82، هذا اذا كنا بدنا نعطي نقطة. يعني اذا كان لازم كل طير يتحكم ياخد نقطة، ممكن انه ياخذ، ممكن تاخذ مثلا اذا كان لايبوكروم زيك عادي انه 25 اللايبوكروم، اذا اخذت 20 30 او عفوا قصدي باللايبوكروم 30 نوع الريشه بتاخذ 25، واللايبوكروم موجود مناطق ثانيه بتاخذ 20، هي قد ايه راحت؟ هي راحوا 10 نقاط، هاي 90. هلا بتلاقي في تقسيمات تانية ما بتاخد نقاط ضعيفة، هذا إذا بدنا نعطيها نقطة خمسة أقل إشي، فممكن إنها تاخد 87 86 88 حتى لو كانوا فيهم هدول، لأنه أنت في التنقيط بتاخد التوتال. يعني كيف يعني؟ مثلا ممكن يكون عندنا طير ضعيف في شغلة وباقي الفئات التحكيمية التنقيطية جاي فيها ممتاز منيح، فأخذنا التوتال. يعني زي ما بيجوا بيحكوا انت ليش عطيت هذا، ما تطلع عندي اللايب كروم احسن من اللايب كرومات، بقول له مزبوط هذاك اخذ نقاط اكثر، لكن باقي التنقيط الثاني اخذ اعلى منه، فالتوتال صار اعلى. انت في التحكيم في التنقيط والتحكيم ما تاخذ شغلة تركز عليها وتقول هذا لازم ياخذ نقاط اكثر، انت بدك تاخذ المحصلة، صح ولا لا؟ مية مم. في المية بارك الله فيك. وبعدين كلها هذه الامور ترجع حسب نظرة الحكم، يعني ممكن يجتمعوا 10 حكام كل واحد يعطي نقطة شكل. أكيد شباب، حد ظل عنده أسئلة؟ معنا دقيقتين فقط بس للإنهاء. تعقيب صغير على موضوع التايب 2، يعني سألت مرة مربي أوروبي بعد إذن الجميع، صحيح. حكى لي بنستخدمهم كحبات إنتاج لتحسين القناع تاع الذكر فقط، يعني مظبوط. قال لي حتى بنشاركش فيهم في المعارض، يعني الحبات ما اللاناث هو اللي بتطلع مسترجلة زي ما حكى أبو رامي ما بنستخدمها في بنستخدمها في الإنتاج لتحسين أقنعة الذكور. هو يعني طبيعة رايحة بالضبط تكسر بالضبط علامات كثير، بالضبط. ليش ما هو المفروض؟ انت اه بدي احكي لك شغله، يعني انت لما يكون عندك انتاية فيها اخطاء وعليها قناع، انت عارف انه هاي اذا دخلت مسابقة ما راح تاخذ نقاط، فانا ليش اصلا ادخلها؟ لكن انا بحتفظ فيها، وهذا كنت اعمله انا عادي. كنت اي طير ذكر قناعه مش مظبوط اعطيه هاي الانتاج، فبتحسن الانتاج. وهذا الحكي بشكل عام،
انت عندك الميلانين لخطوط كذا مش مظبوطة، بتعطيه للطير خطوطه مظبوطة، الحجم الشكل الطول، عرفت كيف؟ بتعطيه لأحسن منه عشان تحسن في الإنتاج. هذه يعني قاعدة في التربية، وخاصة عند تبعون الشكل، لأنه نعم الوقفة والطول والهذا أساسي. بورك أستاذنا ودكتورنا أبو رامي، الله بارك الله يسلمك، فيكم على استمتع. حضوركم وحسن استماعكم، وجزاك الله خيرا أبي رامي، تعبناك كثير الليلة معنا. العفو،